بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد نبي الأمين الأخ الأمين العام دكتور سعد الدين العثماني الأخ الحسن الداودي نائب رئيس مؤسسة دكتور الخطيب للدراسات بعد التي أحدثت هذا قبل أسبوع يعني مازال جديدة الأخ عبد العزيز العمري رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء عمدة هذه المدينة الكبيرة السيد رئيس مجلس المقاطعة سي الهويشري رئيس مجلس هذه المقاطعة التي استضافتنا مشكورة لهذا اللقاء افتتاحي للموسم السياسي لمنظمة نساء العدالة والتنمية بشراكة مع الكتابة الجهوية للحزب هنا ومن هنا التحية للأخ الكاتب الجهوي سي محسن مفيدي على مجهوداته الكبيرة لإنجاح هذا الملتقى الشكر كذلك لكل المستشارين والمستشارات والبرلمانيين والبرلمانيات الحاضرين معنا والحاضرات وأخص بالذكر اسمحوا لي أن أخص بالذكر الشابة رئيسة مدينة مجلس مدينة المحمدية أستاذة إيمان صابر الحاضرة معنا وطبعا كل الحضور الكريم من فعاليات ومن ضيوف اليوم هذا اللقاء الذي اخترنا أن يكون من مدينة الدار البيضاء وأن يكون تتمة للقاءات تواصلية قمنا بها في مجموعة من جهات المملكة فهذا هو اللقاء السادس الملتقى الجهوي السادس واللي صراحة الأخ الأمين العام هذا السادس دكتور الداودي حضرتي معنا في جوج من هذه الملتقيات السيد داودي مشكورا حضر معنا يعني في جوج ديال الملتقيات وطبعا الدكتور الأمين العام حضر معنا في أغلبها فلهم الشكر لأن هذا الحضور نحن نحرص ألا تشتغل منظمة نساء العدالة والتنمية يعني في واحد القولب منعزل ولكن نقول أن قضايا النساء قضايا ديال النساء هما في صلب قضايا المجتمع وبالتالي ما يمكنناش نتصوروا أننا غنتحولوا لواحد المنظمة معزولة كتنظم الأنشطة ديالها لوحدها وكتطرح المشاكل ديالها بوحدها وكتجاوب بوحدها وكتعطي التصورات ديالها بوحدها نعتقد أن قضايا النساء هي أكبر من أن تكون شأن ديال منظمة نسائية يعني مستقلة نعم ولكن في التفكير وفي الإنضاج الأوراق وفي الانفتاح على المجتمع محتاجين أن قضية النساء تحول إلى شأن عام يهتم بها النساء والرجال وهنا سمحوا لي نوجه واحد التحية خاصة للسيد عمدة الدار البيضاء لما كنا في البرلمان في الولاية الأولى وفي الولاية الثانية كان من أكثر المدافعين عن حضور النساء في البرلمان والأخوات اللي معايا كيتذكروا هذا الشيء كيتذكروه كان من المدافعين عندما يتعلق الأمر باللجان وعندما يتعلق الأمر بالمهام دائما يدافع فينا هما النساء فينا هما الأخوات خصنا نشجعوهم اليوم ثقافة التشجيع وثقافة التحفيز طبعا بلدنا نحن اليوم في هذا السياق ديال الافتتاح لعل أهم ما يميز اليوم السياق الوطني أننا احتفلنا جميعا بذكرى العشرين لتربع جلالة الملك حفظه الله يعني في عرش أسلافه الميامين وكانت مناسبة لنقاش سياسي حول الحصيلة في مجال المرأة حصيلة في مجال المرأة فاليوم ما يمكنناش نذكره أردنا اللي بغى واللي ما بغاش يعني أردنا اليوم قضايا المرأة في المغرب كتعرف واحد التطور وكتعرف واحد الحركية مهمة جدا فمن 2002 كتعرفوا أنه قبل كنا كنتكلموا على جوج ديال النساء سي داودي الدارجة هي جوج ديال النساء اللي كانوا في البرلمان كانوا في مجلس النواب امرأتين من 93 من 2002 إلى الآن يعني كاين واحد التصاعد في الحضور على المستوى العددي اليوم نساء تقريبا 87 امرأة في السيدة في البرلمان في المجلس النواب مجلس المستشارين كاين حضور ولكن خصو مازال يتطور ونفس الامر على مستوى المشهد على مستوى نساء المنتخبات في الجماعات وفي الجهات تقريبا عندنا ثلث على مستوى مجالس الجهات وعلى مستوى الجماعات انا كنقول هذه الارقام وكنأكد عليها باش نستوعبوا جميعا ان هناك تحول يقع في بلادنا وان هذا التحول خصنا نتمنوه لان الشعوب اللي ما كتمنش المنجزات والمكتسبات ما يمكنلهاش تطور سنتمنوا المكتسبات اللي عندنا وفي نفس الوقت نتطلعوا للمستقبل ان اكيد اننا جميعا نطمح الى مزيد من التمكين للنساء ولهذا الشعار الذي تم اختياره هو التمكين للمراه ورهان التنميه واختيار هذا الشعار لم يكن اعتباطا
ولكن لأننا نربط لمحة تصوراتنا النظرية المؤسسة يعني المشروع المجتمعي عموما العدالة والتنمية وكذلك الورقة التصورية للنساء العدالة والتنمية كنربطوا ما بين مشاركة النساء والتنمية وكنقولوا أنه ما يمكنش تكون تنمية في غياب النساء. هادشي خصنا يعني بالنسبة لنا قناعة راسخة، ولعل كتابات الدكتور سعد الدين العثماني اللي كانت منذ الثمانينات في قضايا المرأة أسست المشاركة، أسست لها طبعا بالمفاهيم التي كانت رائجة آنذاك، وأسست المفهوم المشاركة في مختلف المجالات. ولهذا فاليوم العدالة والتنمية يعني أمينه العام يجمع ما بين يعني التأسيس الفكري لقضايا المرأة والحضور السياسي، ويعني يعني المزج ما بين المستوى الفكري والمستوى السياسي، وهذا مهم جدا للدفع بقضايا المرأة وتشجيعها. كنقول بأن لابد من تتميل المكتسبات، لأن اليوم للأسف الشديد ماشي غير في المغرب ولكن في مجموعة من المجتمعات تطغى ثقافة التبئيس والتيئيس والتبخيس والتلفيق أحيانا، وبالتالي كيولي المواطن أمام أخبار لا علاقة لها بالحقيقة. ومنين كيولي المواطن أمام هذا القصف الإعلامي اللي هو اليوم فوضى المعلومة، كتولي الأشياء المهمة التي تنجز يمكن ما كتوصلش المواطن، اللي كيوصلوا هو القصف، قصف أحيانا غالب الأحيان غير منظم، اللي كيجعل المعلومة والإنجازات الحقيقية أحيانا كتذوب، كتجي تشوف شنو كاين كتلقى الإنجازات الحقيقية ما كيتكلم عليها حد، ولكن شنو اللي كاين؟ كاين غير القصف اللي كيسعى في نهاية المطاف إلى أن هذاك المواطن البسيط، البصيص من الأمل اللي عنده في بلاده، البصيص من الأمل اللي عنده في بناء هذا الوطن، أحيانا يتم الاعتداء عليه ويتم يعني القضاء على هذاك الحلم. اليوم احنا دور الأحزاب السياسية طبعا والتأطير التواصل التكوين ومنظمة نساء العدالة والتنمية واعية جدا بأن دورنا في هذه المرحلة هو دور كبير في مجال ديال التأطير ديال المواطنات والمواطنين كذلك. لما لا؟ لأن باش نواجهه هذا اللي كنسميه مد وقصف لنشر التبئيس والتيئيس عند المواطنين، خصنا نواجهوه بالحقيقة ونواجهوه ببناء عقليات كتبنى على العلم، كتبنى على منين تجيب المعلومة، واش هذه صحيحة ولا ماشي صحيحة. واليوم الحمد لله الدور ديال المنظمة هو الإسهام في إخراج وتأهيل نخب نسائية. ما يمكنناش نتكلموا على جهوية متقدمة في بلادنا، ما يمكنناش نتكلموا على لا تمركز ديال اليوم الحمد لله الحكومة قطعت فيه أشواط كبيرة وقراب يعني متقدمة جدا في هذا الملف. لا يمكن أننا نكونوا بالموازاة كنتكلموا على يعني على المجالات على المجالس الترابية ونحن لا نساهم في إعداد نخب نسائية، وطبعا بالموازاة كذلك في المجال الشباب بشكل عام. لا بد من أن هذا الملف وهاجس تأهيل نخب للمستقبل وخاصة في مجال النساء هو أمر مهم ومهم جدا. نسعى من خلال البرامج اللي كنقوموا بها سواء من خلال مثل هذه الملتقيات أو من خلال الملتقى الوطني اللي نظمنا الخاص بالمستشارات أو من خلال يعني أنشطة متعددة، أن ننفتح مزيد من الانفتاح على قضايا المرأة وعلى الفعاليات النسائية، لإيماننا العميق بأن المرأة المغربية في التاريخ ديالها، المرأة المغربية في التاريخ ديالها كانت مرأة مشاركة. يمكن كانت جات فترات وقع فيها نوع من الضعف، ولكن المرأة المغربية رجعوا للتاريخ ديال بلادنا، رجعوا للتاريخ ديال بلادنا سنجد نساء كان لهم دور كبير في المجال السياسي. واليوم كاين تحول عند المرأة المغربية. أنا صراحة كنحس إحساس ما يمكن ليش نوصفه، ملي كنكون في شي منطقة نائية وأجد سيدات مغربيات أحيانا ما تحت ليهمش الفرصة يدخلوا المدرسة ويقراوا، وأحيانا ما كيتكلموش بالعربية، كيعرفوا فقط الأمازيغية. لا يمكن أن تتصوروا سعادتي ملي كنلقى هاد النساء، هاد النوع من النساء، وكنلقى عندهم واحد الرغبة في التطوير الذاتي. كيسألوا بغينا نقراو وبغينا نقريو وليداتنا، بغينا فين تعلموا، تعلموا مجالات يعني حرف باش نتطوروا. هذا شعور جميل أن هاد النساء هاد الإرادة اللي بدات كتكون عندهم. طبعا في مدينة كبيرة هاد الإشكالات مايمكنش تطرح لأن كل شيء قريب كل شيء متوفر، ولكن ملي كنتكلموا على مناطق بعيدة كنلاحظوا فعلا أنه كاين واحد الوعي جديد. طبعا هاد الوعي هو نتيجة سياسات، نتيجة مجهودات، نتيجة أعمال كبيرة ونتيجة يعني أوراش كبيرة تم فتحها. اليوم مشاركة النساء في التنمية الشاملة يعني
لا شك انه ماشي فقط واحد نقدروا نقولوا واحد القضيه اللي هي يعني زايده تكميليه، ولكن مشاركه النساء هي اليوم من المؤشرات على تطور المجتمعات. المجتمع اللي ما حاضرينش فيه الناس النساء في المشهد السياسي بالاعداد الكافيه، مجتمع المؤشر الديمقراطي عنده ضعيف. مجتمع للنساء ما حاضرينش في التنميه الاقتصاديه كذلك، هذا مجتمع من حيث مؤشراته مؤشرات ضعيفه. فاليوم هذا الوعي المتزايد يحتاج الى بناء نخب نسائيه، الى مزيد من الانفتاح على النساء وتشجيعهم على المشاركه السياسيه، لانه للاسف وقعت ممارسات في العمل السياسي عبر عقود جعلت النساء كاين واحد النوع ديال العزوف. ربما هذا الشيء عنده علاقه يعني بالواقع الاجتماعي بالواقع الثقافي. فاليوم مسؤوليتنا اننا نرفعوا من الانخراط النساء في المشهد السياسي. غير معقول انه في الاداره كنلقاو ان النساء كيتطوروا اكثر من 38% من النساء اليوم في الاداره المغربيه. في التعليم اسلاك التعليم اليوم في جامعات وفي مدارس عليا نسبه النساء كتفوق 50%. مثلا في كليه طب الاسنان في مجموعه المعاهد العليا وفي حفلات التخرج كنلاحظوا هذا الشيء، ولكن في المقابل مقابل الانخراط في الحياه العامه مازال فيه ضعف. طبعا هذا كيحتاج من المنظمات النسائيه مجتمعه من مختلف الاطياف الى وضع هذا التحدي كرهان للمستقبل، وضع هذا التحدي لرفع مشاركه النساء وتمثيليه النساء في المشهد السياسي. طبعا التمثيليه ورفع هذه التمثيليه لا يمكن ان تتم الا بضخ ثقه. ضخ ثقه، اولا ثقه في قدرات المراه المغربيه. المرأة المغربية عندها قدرات خصنا نثقوا فيها. انتهى الزمن اللي نبقاو نقولوا هذه ما يمكنش يصلحوا لها النساء وما يمكنش يعملوها النساء. اليوم النساء ديالنا المستشارات بينوا ويستحقنا في الحقيقة أننا نحييهم. يستحقوا على الأقل تحية. النساء المستشارات بينوا فعلا على واحد الديناميكية جديدة. كاين هذا الشيء ولا ما كاينش السيد العمدة والإخوان اللي في الجماعات؟ كاين يا كاين السي الحياه كاين يا النساء في البرلمان كذلك عبروا على واحد الديناميكيه واحد الحركيه واحد العمل. فالنساء كذلك حاضرات في الحكومه حاضرات في مجموعه ديال المجالات، ولكن طموحنا كبير طموحنا كبير. احنا اليوم عندنا هيئه المناصفه في الحزب وهذا شيء مهم وكنعتز به السيده رئيسه لجنه المناصفه مع المنسقه ديالنا ديال المنظمه يعني على مستوى الجهوي الاستاذه امينه. اليوم الحزب عنده هيئه المناصفه وهذا كنعتبره امر مهم لرصد الحضور النسائي على المستوى الداخلي، حضور النساء في الهياكل للمستوى الداخلي. اذا كنقول ان نسائنا المغربيات كيستحقوا ان المزيد من الاهتمام بقضاياهن، ولعل هذه الحركه اللي لاحظتها على مستوى الحصيله اللي تقدم بها السيد رئيس الحكومه الدكتور سعد الدين العثماني قبل اشهر، واكيد انكم تبعتوا الحصيله في شقها الاجتماعي وفي شقها النسائي. اليوم الحمد لله كاينه مبادرات كبيره تم انجازها، ما عندناش الوقت باش نفصلوا فيها. صندوق الارامل اللي تجاوز عدد المستفيدات ماشي كلام في الوراق، اكثر من 83 الف مستفيده، والان غادي تكون اكثر. انا كنتكلم على احصائيات شويه يعني هذه قبل اشهر. صندوق التكافل العائلي اللي وقع التعديل في القانون ودخل يعني في المستفيدات فئات اخرى وفي المستفيدين فئات اخرى اللي ما كانتش هي المراه الكافله وغيرها. والموضوع ديال التغطيه الصحيه لليوم اكيد ان النساء هما متضررات من غياب التغطيه الصحيه بالنسبه للمستقلين وبالنسبه للاجراء. فاليوم هذه اوراش كبرى مرتبطه بالتنميه الاجتماعيه مرتبطه بالحمايه الاجتماعيه. اكيد ان كنحتاجوا بمزيد من المواكبه مزيد من الاستثمار في العنصر البشري، لان بلادنا اليوم تحد ما ينكر التغيير اللي واقع. حنا كندخلوا البرنوسي والسيد رئيس مجلس المقاطعه، الناس اللي كيعرفوا هاد المقاطعه هذه سنوات اكيد انها تبدلات. الدار البيضاء كذلك في مجموعه ديال المجالات، ان الدار البيضاء مدينه كبرى وفيها اشكاليات كبيره، مجموعه القضايا المواطن كيلمسها وغيرها من المدن اللي كتسيرها العداله والتنميه اللي اليوم الحمد لله كنلاحظوا كاين تقدم وكاين تطور في مجموعه من المجالات. إذا بلادنا اليوم الحمد لله كتقدم
ولكن نحتاج والأوراش الحمد لله اللي كتفتح كتبدل فيها مجهودات وكتنجز، ولكن كنحتاجوا أننا نستمروا مجموعين، ماشي فقط منظمة نساء العدالة والتنمية أو حزب العدالة والتنمية، ولكن جميع الفاعلين أن نستمروا في العنصر البشري، نستمروا في العنصر البشري والاستثمار في العنصر البشري في الوعي، في بناء وعي حقيقي وليس وعي مزيف، من أجل أننا نساهم جميعا في تقدم هذا البلد، ويعني كل واحد من جانب ديالو يسهم في تطويره والنهوض به. شكرا لكم جميعا على حسن الاستماع، وشكرا للحضور الكريم.